اسعد الله مساءكم بكل خير، معاكم الكابتن عزوز مونجي. تعال بقى اوريكم عملي، اقسم بالله واشهد على كل كلمه دلوقتي هقولها لكم. هكذا هو المدرب الناجح، هكذا هو المدرب الناجح. اقسم بالله كان من افضل المدربين اللي اتمرنت عنده، كان من افضل المدربين اللي اتمرنت عنده، وهو المدرب الفلبيني كابتن ري. مدرب الفلبيني بيدرب في ثالث كمال اقسام. اقسم بالله كان رمز للمدرب الناجح، هكذا هو المدرب الناجح. اتعلموا نصايح عزوز، اللي عايز يبقى مدرب ناجح لازم يعمل زي كده. كان مدرب يحبب اللعيبة فيه، عمره ما عمل حاجة تزعل، وعمره ما كره اللاعب في التمرين. وكان لما يشوف اللاعب حزين او مش قادر ملك نفسه يكمل تمرين، كان يجي لحد عنده ويقول له انت مالك زعلان ليه، وكان يفرح الناس في التمرين ويسعدهم. كان ده هو ده المدرب الناجح يا سادة يا محترمين، هكذا هو المدرب ورمز المدرب الناجح. اقسم بالله انا عمري ما شفت منه اي حاجة وحشة، هكذا هو المدرب الناجح. يحبب اللعيبة فيه، كان اخلاقه كويسة وكان محترم، وكان بيسعد كل لاعب في التمرين، واولهم انا ككابتن عزوز. كان بيشوفني دايما مريت نفسي كم من تمرين يقول انت مالك يا عزوز انا ليه. كان بسم الله ما شاء الله بيشيل اوزان طبعا، وكان في سن الاربعينات. اقسم بالله عمري ما شفت منه اي غلطة ولا اي شتيمة ولا اي حاجة وحشة. كان مدرب محبوب عند كل لاعب، وكان عليه اقبال كبير جدا جدا. فنتعلم بقى يا سادة يا محترمين، اللي عايز يبقى مدرب ناجح لازم يكون محترم واخلاقه كويسة، وما تبقاش عندك حقد وتكبر، وما ما 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 تقولش اتمرن اللي اتمرنه اعمل مش عارف ايه، وتتكلم بطريقة وتخلي كل لاعب يكرهك، يتخلي كل لاعب يكرهك ويكره انه يجي يتمرن عندك. هكذا هو المدرب الناجح. عايز يفيد ده يوصل لمليون، عشان اللي عايز يبقى مدرب ناجح يبقى زي كده في الصورة، هو هكذا زي كده في الصورة يا جماعة، عشان بس ايه الكل يكون عارف. وشكرا لكم.